الرئيس السوداني الأسبق المشير عبد الرحمن سوار الذهب توفي اليوم الخميس في المستشفى العسكري بالعاصمة السعودية الرياض عن عمر ناهز 83 عام. الحقيقة أنه الرئيس السوداني الأسبق سوار الذهب كان استلم السلطة في السودان بعد انتفاضة إبريل 1985، ودي الانتفاضة اللي كانت أطاحت آنذاك بالرئيس جعفر نميري، وكان بالتنسيق مع قادة الانتفاضة من أحزاب ونقابات قبل أن يسلم السلطة للحكومة المنتخبة في السنة اللي وراها على طول. يعني هو استلم السلطة وسلمها للسلطة المنتخبة بعد بسنة تقريبا، وسلم مقاليد السلطة للحكومة الجديدة المنتخبة، كانت ساعتها برئاسة رئيس وزرائها الصادق المهدي، وكان رئيس مجلس سيادتها أحمد المرغني. وبعدها على طول الرئيس الأسبق سوار الذهب اعتزل العمل السياسي. هو كمان الحقيقة ترأس منظمة الدعوة الإسلامية كأمين عام لمجلس الأمناء. الحقيقة أنه الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر نعى بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره المشير عبد الرحمن سوار الذهب الرئيس السوداني الأسبق عضو مجلس حكماء المسلمين. تعزينا طبعا لأشقائنا في السودان ورحمة الله على سوار الذهب.